خو كنا عرفنا شنو الجندر، وبضغطة زر على الانترنت راح ويكيبيديا تقول لنا. واذا نروح الجعفر توك المروج الاول لجماعة الالوان راح نشوفه مستضيف شخصيات عابرة جنسيا، وهو نفسه عرف النوع الاجتماعي او الجندر وقال النوع الاجتماعي ويعرف ايضا بالجندر، وقد يتوافق مع الجنس او يختلف، كما في حالة اشخاص وولدوا كانثى او ذكر ويعرفون انفسهم بانهم العكس. انا عابر او انا عابرة جندرية، لماذا لا تتقبلونني؟ وحتى الجامعة الأمريكية بالسليمانية يعني بالعراق نزلت فيديو على قناتها اليوتيوب تشرح بيه شلون انه الجندر او النوع الاجتماعي هو الوجه الاخر لجماعة الالوان. بس من انفضحت حذفت الفيديو. بس الفيديو يمي شوفوا. الجندر والطيف الجندري، قد يولد أحدهم كأنثى ولكن مع شعور عميق بأنه ذكر. كذلك أساتذة الحوزة الدينية الكبار والخطباء والروادي تحذروا من هذا المفهوم. النوع الاجتماعي شنو معناته؟ النوع الاجتماعي بعيدة عن فطرة الله، نوع الإنساني يسموه الجندر، يعني تهيئة للمثلية. الآن هذا العالم الماشي نحو الشذوذ، يعني الرجل يخرب رجولته والمرأة يخرب أنوثتها. أما المحافظات فالبصرة والنجف وكربلاء وبلدية الناصرية كلهم حضروا استعمال هذا المصطلح. وآخر شيء هيئة الإعلام والاتصالات صدرت أمر بمنع استعمال هذا المصطلح نهائيا. رغم كل هذا نشوف أكو استقتال من بعض النواب والناشطين والإعلاميين للترويج والدفاع عن هذا المصطلح. فيطلع مثلا الإعلامي أحمد الملا طلال ويقول أنا مقاتل للدفاع عن الجندر. أنا مقاتل، أنا مقاتل للدفاع عن الجندر، أثبت لك بفهمي للجندر. والبارحة طلع الإعلامي عدنان الطائي ويا اثنين خبصوا روحهم كلهم بالدفاع عنه وتجميل صورته قدام الناس رغم كل الأدلة اللي تثبت انحراف هذا المصطلح. إنه تم ترويج معنى مغلوط عن مفهوم الجندر. هوية الشخص اجتماعيا شيء وهويته جنسيا شيء ثاني. النوع الاجتماعي قضية ثقافية. كذلك قاموا باتهام كل من تكلم عن خطورة الموضوع ودافع عن فطرة الإنسان السليمة واتهموه بأنه مدفوع لسياسيا لتشويه هذا المصطلح. وأنا اللي دافعي لي أصور بوبايل. واضح هناك حملة. عادة مثل هذه الحملات تحتاج الكثير من الإنفاق، يعني جيوش إلكترونية وراءه قوى سياسية واضحة، يعني قوة يردون يسوون الموضوع سياسي. والله أنتوا دا تشيطنون هذا المصطلح ما بي شيء، يعني بصورة غير مباشرة دا يتهمون حتى أساتذة الحوزة اللي حكوا بهذا الموضوع. والله دافعينهم حتى يشيطنون مصطلح الجندر. وللعلم ترى برنامج ملا طلال وعدنان الطائي اثنين هنين عرضا على قناة اليو تي في. وآخر شيء يا هيئة الإعلام والاتصالات، إحنا نحترم القانون والدليل سكوتنا على حظر التليجرام رغم شغلنا ودراستنا وأعمالنا كلها دي. لذلك حننتظر الإجراء القانوني اللي راح تتخذوه بحق هاي القنوات والأشخاص اللي طرحت وروجت لهذا المصطلح رغم يدرون إنه هو محظور من قبلكم. اليوم عندي كتاب صادر من هيئة الإعلام والاتصالات اللي منعوا به استخدام مفردة النوع الاجتماعي. لا يعني يجوز هسه هم يحاسبونا، يعني يقولون خلاص لا تستخدموها. يعني هاي ضد الدستور وضد القوانين وضد الإسلام. احنا بعد اليوم جاوزنا، خليه سامحنا علي المؤيد.